لو انا مش موجود ما كانش في كوره خلال 4 سنين اللي فاتوا. بكل جوه ودايما بعيب بقولها عيب بس هو ده. النهارده انت بتفقد عنصر عناصر اللعبه ما تلعبش بيه بدون جماهير. الاهلي والزمالك كان ممكن اتعرض لايقاف اكتر من سنتين في غزو، مش حصل غزو في ملعب ولا نسيته؟ واحده جلابيه وواحده تقليه ونسيته؟ ما حصلش. بورسعيد ليه حتى انسى بورسعيد، بتكلم على بطولات على ماتشات افريقيه. مش حصل غزو في ماتشين، واحد بتاع الصفاقس واحد بتاع الجلابيه ده؟ ورغم كده كان في تقدير كبير جدا للعرض اللي انا عرضته، ان موقف مصر يا جماعه، مصر طول عمرها بلد ملتزمه ولكن في ظروف في انفلات بتحصل. انت النهارده بتلعب في كلوزنج دور، ده ممنوع، بتلعب بدون جماهير بقالك 5 سنوات مفيش حد كلمك، والناس مش كانتش عارفه، لان انا ساعتها بتبهدل وان فقدت الثقه قدام الجمعيه العموميه بتاعتي اللي كانت ماشيه ورايا، بس ما كانوش عارفين ابعاد الموضوع. وما ينفعش اقول اصل الاخوان عايزين يذبحوني وموتوني، ما ينفعش. انا ليه في رؤساء اتحادات موجودين حاليا لجأوا الى محاكم مدنيه ودخلوا الاتحاد؟ حصل؟ سمير ازاي؟ لا مش اقول انسى سمير، لا انسى سمير، انا بتكلم على في الوضع الاخير. لا انسى فانسى دي حاجات ثانيه غير اتحادات. انت بتتكلم على اتحادات ثانيه في نفس التوقيت في نفس الوقت. انا رفضت اللجوء لان انا بمشي باللائحه، ان انا بمشي ممنوع اللجوء الى المحاكم المدنيه، فانا طبقت على نفسي قلت مش معقول، مش معقوله ان انا ابقى عضو في الاتحاد الدولي واطبق حاجه غلط ما عملتهاش. هل الدوري المصري يصح ان هو يتذاع على النيل الرياضه وعلى الفضاء على الارض ببلاش؟ اين حق الانديه؟ هل تستطيع الانديه الاتحاد الاذاعه والتلفزيون ان يحط مسلسل ببلاش؟ ما يقدرش. طب اين حقوق الانديه؟ انا دوري ان انا احافظ على حقوق الانديه والجمعيه العموميه واجيب لهم اكبر مداخيل. لو انا ما قدرتش اعمل كده يبقى انا فاشل.